السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا هنعمل بعض المعكرونية الدايت، بس خلونا بالبداية نوضح شغلة مهمة. مش اي مكرونة دايت، اي مكرونة نعملها نقول عليها تصلح للدايت. انا عندي هنا استخدمت معكرونية البطحين الديار. ما ينفعش ان احنا نجيب مكرونة عادية ونستعملها بالطحين الكامل ونقول عليها مكرونة دايت، تمام؟ فلو انت حابة تاكل فعلا مكرونة صحية او مكرونة للدايت، يبقى هتتجي على طول انك تاخدي الباكت المكرونة تكون لونها بني. انا هحطلكم ان شاء الله الباكت بتاعها في التصوير في الفيديو، وتابعوا بقى الفيديو تسوش تحطوا لايك وسبسكرايب وشير على كل حبيبكم. الفيديو اللي حابب الاكلات الصحية من البداية علشان ما يتعطلش. بداية القناة عايزة لايك لايك لايك، بداية الحلقة عايزة لايك لايك، وإذا أول مرة أشوف قناتي أتمنى ضغط لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طيب زي ما انتوا شايفين كده معايا، عندي بصل أخضر، كفشة واحدة من زيت الزيتون أو الزبدة المذابة، وعندي المعكرونية أسباجيتي اللي بطحين الديار أو بدقيق الديار، أوكي الكامل، وعندي شطة وكركم ومعجون طماطم أو طماطم، وعندي ستيك كنت انا مقطعاه بجهزهم كده بالعلب بالفريزر، ستيك بقطعه بتبله فلفل اسود وملح عشان اعمل شاورما، اعمل فطيره، اعمل اي حاجه يكون عندي اجزاء جاهزه. يعني هنقول شويه كده من الستيك. احط كفشه صغيره من زيت الزيتون صغيره حيل، وهنزل عليهم شرايح اللحم. طيب تمام، هبدأ ان انا بس اديها تحميرة كده، يعني نقول لون هيغير. حطيت كركم، طبعا انا الكركم ده اساسي، لو انت بتاكلي اكل صحي حطي الكركم، لان احنا قلنا قبل كده الكركم فوائده لتذويب الدهون اللي على البطن وحرق، وبيعلي الحرق جدا، فكتر ما تقدري تكتري في اكلاتك حلو لو انت بتحبيه يعني. وتقدري برضو تاخدي مشروب الكركم لو انت بتعملي اكله صحيه، مثلا بعد ما تاكلي اكله زي دي خدي لك كوبايه كركم مع دارسين وشويه جنزبيل واشربيه وخلاص كده كانك انت ما اكلتيش اي نشويات. حطينا المعجون الطماط والملح، عايزه تحطي فلفل اسود حطي، بس كده عايزه تقطعي يبقى هنا تفاح معاه، قطعي قطع تفاح اناناس حطي، تمام. انا حطيت بصل اخضر، بس كده بقلبه بقى تقليبه، الطماطم مع البتاع ده مع البصل الاخضر والستيك، وبعد كده حطيت كوبايه ميه او نقول كوبايتين ميه نحط، لان انا مش هسوي دلوقتي، حطيت كوبايه ثانيه، مش هسوي المعكرونه براحه. انا دلوقتي هنزل الباكت بتاع المعكرونه عليها، وكل ما يعني ما تهبط شويه هينزل الباقي، تمام، وهخليها تستوي بالمعجون. حبايب بسم الله ما شاء الله، سبتها بدات تنزل، يعني تنزل جزء جزء، بصوا اهو كده نزلت كلها اهي. هبدا بس ان انا افككها كده واقلبها بقى، اخلطها معاهم. شوفوا، وعملتي احلى طبق معكرونيه بالدنيا كلها بثواني وبطريقه وطعم مختلف. البصل الاخضر لما داب معاها وقطع الستيك المتبله بالفلفل الاسود والملح والدارسين مع المعكرونيه بطحين الديار والكركم، حقيقي طبق هتدعوا لي عليه ان شاء الله. حابه تحطي فصين فونت بروشوريو معاه حطي، بس انا صراحه مش هحط، يعني انا بحسها كده اخف بكتير، وبس كده. Thank you.
يا رب تكون عجبتكم الوصفة، سهلة وبسيطة وسريعة، تقدر تعمليها بأي وقت بثواني. متنسوش ضغط سبسكرايب على الزر الأحمر، فعلوا الجرس اللي جنبه، ضغط لايك إذا كان عجبتكم.